Welcome to my YouTube channel. أنا أودي ودي Life of Woodney. النهاردة هنعمل شوربة عدس من غير دهون وبسعرات حرارية أقل. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. الكمية اللي هنعملها النهاردة هتكفي فردين. أول حاجة هنقطع الخضار، بصل، بطاطس، ثوم، في حلة هنحط العدس والخضار اللي احنا قطعناه عصير طماطم شوربة أو مكعبين مرقة معلقتين كبار كمون ملح شطة حمراء ونسيبهم على النار لحد ما المكونات تستوي. في الوقت ده هنعمل مخلل البصل نقطع البصل حلقات رفيعة وفي بولة هنحضر الدريسنج بتاعه ملح وملح ليمون خل نحط فيه البصل ونسيبه حوالي ربع ساعة لحد ما نجهز بقية الأكل نزود مية ونسيب العدس يغلي مرة أخيرة
نضربوه في الخلاط او بالهاند بلندر. بحب احط شوية كمون في الاخر، بتديها طعم لطيف واخف من التقلية. دلوقتي هنعمل العيش المقرمش. اقطع توست مربعات متساوية، في الطاسة على النار نحط معلقتين زيت زيتون، ونحمر فيها التوست. لحد ما يوصل للون ده ونطفي عليه. ونقدمه سخن. وبس، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. قولولي بتاكلوا ايه مع العدس، وايه اكتر اكلة بتحبوا تاكلوها في الشتاء. ومتنسوش تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع كل اللي بتحبوهم. باي. بحب اتفرج على الشوارع اخر اليوم، الناس وهي راجعة بيوتها بعد يوم طويل، الشمس وهي بتغيب على مهلها لحد ما الليل يطول. يومي بيبدأ دلوقتي، ببدأ أحس بالهدوء والدفء، وإني ممتعة ونشيطة. وبما إني بشتغل من البيت فده ما كانش مشكلة بالنسبة لي. وبما إن أكتر وقت بنجوع فيه هو بالليل، فهي لما أطبخ العشاء. بحب الطبخ قوي، بحب دايما أجرب حاجات جديدة، بس النهاردة قررت أعمل حاجة سهلة، باستا بالمشروم والفراخ والوايت صوص. دي من أكتر الأكلات اللي إحنا بنحبها، دافية وسريعة. زيت زيتون، احط الفراخ، البصل، المشروم، هضيف ثوم مفروم، سيبهم شوية على النار. ملح وفلفل،
زعتر دلوقتي، حط الكريمة أول ما تغلي حط فوقهم المكرونة المسلوقة. وبس مهما كنا مشغولين انا وجوزي بحاول دايما نتعشى سوا ونحكي لبعض اللي حصل في يوم كل واحد فينا. لحظات زي دي على قد ما هي بسيطة الا انها لطيفة قوي، دايما بتخلينا قريبين من بعض. البيت بقى ريحته دافية أوي، الجو هادي لدرجة إني سامع أفكاري. قررنا نتفرج على فيلم، اخترنا فيلم على الجو The Holiday. شكرا جدا انكم قضيتوا ليلة معايا، سواء كنتوا بتحبوا الصبح او الليل زي، اتمنى دايما تلاقوا الوقت اللي تفصلوا فيه عن كل حاجة وتشحنوا طاقتكم من جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي، تصبحوا على خير. الشتاء وقتي المفضل في السنة، يمكن عشان اتولدت فيه. يقولوا اننا بنكون مرتاحين في الوقت اللي اتولدنا فيه. الشتاء بالنسبة لي يعني الهدوء، الهدوم الواسعة المريحة، بطانيتي الناعمة، وريحة الطبخ في البيت. وطبخ الشتاء يعني بهارات. النهاردة هعمل فراخ بالكاري، بس في الاول هعمل معاكم بهار الكاري نفسه. عشان اعمل الكاري هحتاج كركم، كمون، حبهان، كزبرة، جنزبيل، بذور مستردة، فلفل أسود، جوز الطيب، قرنفل، قرفة، ودي شطة حمرا أنا اللي كنت ملففاها. هطحنهم مع بعض. ريحة البيت بقت دافية قوي كده، الشتا بتاعي بدأ. نبدأ نطبخ. هحط البصل مع زيت الزيتون لحد ما يدبل. هضيف الثوم، والجنزبيل، كده اضيف الفراخ. خلوهم يتشربوا النكهات من بعض شوية. اضيف معلقتين كبار من الكاري اللي عملته، شوية ملح، عصير طماطم، كوباية زبادي.
بسيبها مع النار لحد ما الفراخ تستوي. بقدمها مع رز مسلوق دايما عشان طعمها يبان. وليمون، مفيش احلى من اننا نعمل اكله حلوه دافينة في الشتاء ونشاركها مع كل اللي بنحبهم. شكرا جدا انكم قضيتوا معايا اليوم النهارده. قولوا لي ايه اكتر اكله بتحبوا تعملوها في الشتاء، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو مع كل اللي بتحبوه. اشوفكم الفيديو الجاي بصحه وحب وسعاده. باي. خدت وقت كبير قوي لحد ما عرفت احب نفسي تاني، مش مجرد الحاجات الحلوه لكن كمان ازاي اتقبل عيوني. زي اي قصه حب قويه، بس قصه حبك لنفسك هتغير تماما الطريقه اللي هتظهر بيها قدام العالم. دلوقتي انا واثقه في نفسي وحاسه اني استحق اي حاجه حلوه تدخل حياتي الجديده. لطيفه مع نفسي لما بقع، بس قويه لما بحتاج لدعم. اتعلمت احب كل اللي حواليا بعمق وفرة، احترم صحتي، انجح اكتر في شغلي، عشان كده عايزه اشارككم عاداتي الجديده اللي ساعدتني في فيديوهاتي الجايه. شكرا جدا على المشاهدة، ما تنسوش تعملوا مشاركة عشان يوصلكوا الفيديو الجاي، وشاركوا الفيديو مع كل اللي بتحبوهم. اشوفكوا المرة الجاية. باي. اخر يوم في الاسبوع كان يوم لطيف وعدى بسرعة في الشغل. بما اني في وقت احضر فيه وجبة دسمة، يلا نبدأ تحضير الغدا. النهاردة هعمل كفتة بالبطاطس والطحينة، من الأكلات اللي ريحتها بتفكرني بجدتي. هفرم البصل وحط اللحمة المفرومة احط معايا الملح، بهارات لحمه، بابريكا مدخنه، وقلب مع بعض.
كده اول حاجة جهزت معايا. هقطع الخضار بطاطس بصل طماطم فلفل أخضر هشكل الكفتة. انا هعملها شبه الراتاتوي بتاعت الفطار. هحط الاول شوية خضار بعدين شريحة من كل حاجة جنب بعض. كده خلصت. اجهز بقى الصوص، صلصة زيت زيتون ونفس التوابل اللي حطيتها الكفتة. مية سخنة أقلبهم وأحطهم فوق الخضار. أحط ورقة زبدة وفايل أقفلها كويس. ودخلها الفرن. هسيبها تستوي وحط صوص الطحين. طحينة ملح بهارات لحمة سميد عصير ليمون ومية سخنة. نقلبهم كويس. كده تمام. كده الكفتة استوت خلاص. ريحتها حلوة قوي. نحط فوقها صوص الطحينة. وندخلها تاني الفرن. كده استوت خلاص. مشاركة الأكل مع حد بتحبه ده اللي مع الوقت بيعمل ذكريات حلوة مرتبطة بريحة الأكل في البيت. شكرا انكم قضيتوا ليلة معايا النهاردة. قولولي ايه اكتر أكل بتفكركم بذكريات حلوة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع كل اللي بتحبوهم.
أتمنى لكم ليلة سعيدة مليانة بالحب والدفء. تصبحوا على خير. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Welcome to my YouTube channel أنا أودي ودي لايف أوف أودي. النهاردة هنعمل المشروب الرسمي للشتاء وهو السحلب. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. الوصفة دي ممكن نستخدم فيها اللبن العادي أو لبن جوز الهند للناس النباتيين. أول حاجة هنسخن اللبن، دول كوبايتين. حطوا سكر زي ما تحب. في بولة صغيرة هندوب معلقتين نشا كبار في شوية مية لحد ما يوصلوا للقوام ده. نحط النشا اللي دوبناه على اللبن واحنا بنقلبه علشان ياكل الكعش. وأول ما يبقى القوام شبه صوص البشاميل نطفي عليه. ممكن نزينه بأي حاجة موجودة عندنا في البيت. أنا هنا حطيت له رشة قرفة وجوز هند وزبيب ولوز وعين جبل مفروم. قولولي بتعملوا السحلب ازاي وايه اكتر مشروب بتحبوا تشربوه في الشتاء. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع كل اللي بتحبوهم. باي.